أنصر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق كلهم وأسماء آبائهم، فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد يصلي علي إلا قال: يا محمد، صلى عليك فلان ابن فلان بكذا وكذا، وإن ربي كفل لي أن يصلي على ذلك العبد بكل واحدة عشرا.